هل بيان أخطاء الدعاة يعني التحذير منهم؟ ومتى يحذر من الشخص؟ أولا الأخطاء يجب نعرف ما هي الأخطاء، نحددها، لأن كثير من الناس اليوم صاروا كل من خالفهم قالوا هذا مخطئ، ما هو صحيح. الأخطاء هي مخالفة الكتاب والسنة، من خالف الكتاب والسنة فقد أخطأ. أما إذا خالف عادة الناس أو خالف ما عليه بعض الناس فهذا ينظر فيه، هل المخالفة هذه موافقة لما جاء في الكتاب والسنة أو غير موافق. فالميزان هو الكتاب والسنة مع الدعاة ومع غيرهم، الميزان الذي يعرف به الخطأ من الصواب والحق من الباطل والهدى من الضلال هو الكتاب والسنة، فمن خالف الكتاب والسنة فهو مخطئ، ومن وافق الكتاب والسنة فهو مصيب، هذا هو العدل. فمن كان من الدعاة عنده أخطاء مخالفة للكتاب والسنة فهذا يجب مناصحته، ويجب أن يبين له هذا الأمر، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم يمتثل فإنه يقال للناس، يبين للناس أن هذا الداعية أنه أخطأ وعنده أخطأ في كذا وكذا، وأنه أبى أن يقبل النصيحة من أجل أن يكون الناس على بينة من أمره.